احمد، حضرتك شاركت في قدوم كتير من المدربين للكره المصريه ومن ضمنهم اوتوفيستر. كنا بنسمع دايما اوتوفيستر مغرور، الكلام ده مظبوط؟ لا لا خالص خالص. اوتوفيستر شخصيه وبعدين شخصيه ما تقدرش تفهمها الا في الملعب. ايوه يعني تفاجئ انه اداؤه في الملعب مع اللعيبه، تعامله مع اللعيبه ونتائجه وشغله مع اللعيبه باين جدا. بره الملعب هو شخصيه هادي جدا لكنه الماني. يعني ما بيحبش هزار كتير، ما بيحبش، لكن هو شخصيه جميله جدا. وهولمان؟ لا هولمان ده برنس ابن ناس يعني، لكنه مدرب ذكي جدا، لكن كان مشكلته الوحيده انه طيب قوي يعني. بيحب اللعيبه زياده. لكن لما بيشد على اللعيبه بياخد موقف عنيفه شويه. ما كنتش لاقي حرج ان هو بعد ما اشتغل في الاهلي وحقق نجاحات في الاهلي يرجع الزمالك؟ بالعكس، يوميها ايامها سالوني نفس السؤال، قلت لهم اذا كان نجح فانه نص جمهور مصر والجمهور الاهلي يحبه، فممكن نخليه يجي عشان يكسب نص الجمهور التاني اللي هو الزمالك، فمصر كلها تحبه. وهو ما كانش عنده مشكله طبعا. لا 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 خالص، هو مدرب محترف، هو يشتغل في اي مكان. لا يعني في بعض المدربين بيبقى عندهم مثلا مالو جوزيه، لو جيت قلت له مثلا تعالى مرن الزمالك، لا هيبقى اكيد عنده. لا والله لو قلت له دلوقتي تعالى هيجي عادي. طبعا بجد والله. حقيقي. انت حضرتك اتكلمت معاه في القصه دي قبل كده؟ صاحبي على طول. لو جاله عرض الزمالك هيجي. لو جه عرض الزمالك لمالو جوزيه هيجي؟ اكيد. انا اشك في الحته دي. اضمنه من دلوقتي. يا نهار ابيض. والله لو قاله دلوقتي هيجي هيجي. بس انا اشك الاحتراف. لا لا هو الفكره كلها احنا بنبص بشكل عاطفي شويه. عاطفي قوي. الناس بره مش كده خالص. انا احب النادي طول ما انا فيه، يعني طول ما انا فيه انا بحبه جدا وبحب جمهوره. ايوه. لكن جالي عرض تاني، ما هو النادي التاني قدرني وعايز خدماتي، طب انا اعملها. المانع يعني.